بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 20 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل استفسر عن الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية فيها خبر وأمر. أما الخبر فقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، يستغفرون للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الآدميين الدعاء يدعون له صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. له سؤال ثاني عن آية كريمة في قوله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حدثونا عن هذه الآية وبينوا لنا أنواع الهداية. هذه الآية في قصة أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وهو في سكرات الموت، قال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده نفر من المشركين، فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أنه قال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين له أنهم أصحاب الجحيم. فنهى الله جل وعلا عن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب لأنه مشرك. نعم. هذه الأخت مسعود متابعة للبرنامج وتدعو لسماحتكم، تقول: الشيخ صالح حفظكم الله وسددكم، هل يجوز للأب أن يعطي أولاد ابنه أو ابنته من الزكاة مع العلم بأنهم بحاجة إلى هذه الزكاة؟ لا يعطيها، لا أصله، لا يعطيها أصله ولا فرعه، يعني لا يعطيها أباءه وأجداده ولا يعطيها أولاده وأولاد أولاده من الزكاة. لا تحل زكاته لفرعه ولا لأصله، وإنما يعطيهم من غير الزكاة. نعم. هذه أخت سائلة تقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة للدعاء لمن أسدى إلي معروفا، هل أكافئه بهذا الدعاء؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني يكافئ بالمال. فإذا لم يجد يدعو له، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تروا أن قد كافئ. نعم. هذا سائل يا شيخ صالح يقول: ذكر ابن تيمية رحمه الله بأن الشفاعة يراد بها أمران: إكرام الشافع ونفع المشفوع. حبذا لو بين سماحة الشيخ صالح الفوزان هذا الكلام. نعم، إكرام الله للشافع بأن يأذن له أن يشفع، لأنه لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيأذن لمن شاء بالشفاعة إكراما له. هي أيضا
رحمة بالمشفوع، المشفوع له. نعم. له سؤال آخر يا شيخ عن الشفاعة، يقول: شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وهو كافر، ما سببها؟ والله عز وجل يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشفع لعمه أبي طالب شفاعة تنجيه من النار، وإنما شفع له بأن يكون في ضحضاح من النار، في أخمصيه جمرتان يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحدا أشد عذابا منه، مع أنه أهون أهل النار عذابا والعياذ بالله. نعم. في الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: قل ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. نعم. أن مشركي قريش استمعوا لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو يدعو ربه بالليل فيقول: يا رحمن يا رحيم يا غفور، ويدعوه بأسمائه سبحانه وتعالى، فقالوا: انظروا إلى هذا، يزعم أنه يعبد إلها واحدا وهو يدعو أكثر من واحد، وهذا من التعنت منهم، وإلا فالرسول إنما توسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا دعاء الله بأسمائه وصفاته هذا أمر الله به، وهو من التوسل المشروع. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن المقام المحمود، ما معناه؟ المقام المحمود هو شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الناس يوم القيامة، أن يريحهم الله من المحشر، وأن يفصل بينهم، يستريح من القيام في المحشر 50,000 سنة عالزحام مع دنو الشمس منهم. نعم. أخيرا يقول هذا السائل: شيخ صالح، دعاء المؤمنين لإخوانهم هل يعتبر شفاعة؟ نعم، دعاء المؤمنين لإخوانهم يعتبر شفاعة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، هداية التوفيق والإلهام أريد أن تتحدثوا عنها، مأجورين؟ الهداية هداية دلالة وإرشاد، قال تعالى: فأما ثمود فهديناهم استحبوا العمى على الهدى، هديناهم يعني دللناهم على الحق وبيناه لهم فلم يقبلوه، ودلالة توفيق وإلهام، وذلك كما في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، الدلالة هي دلنا وأرشدنا ووفقنا وثبتنا على الصراط المستقيم. نعم. هذا سائل أرسل بسؤال يقول: ما الغرض من إيراد قصص بني إسرائيل الشيخ صالح؟ العبرة والعظة والرد على اليهود والنصارى فيما جرى منهم وما حصل منهم من التعنت ومن الكفريات. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عمار يقول: حدثونا عن فضائل التوحيد، وما معنى التوحيد جملة مأجورين؟ التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هذا هو التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، يعني بجميع أنواع العبادة، هذا هو التوحيد المطلوب من الخلق. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: بالنسبة لإمام الجامع يقرأ ألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان بكل ليلة جمعة على مدى السنة. نعم، هذا سنة، قراءة سورة ألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية من فجر يوم الجمعة هذا سنة، ولكن لا يداوم عليها، وإنما يتركها أحيانا ليعلم أنها ليست واجبة. نعم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، ما السنة عند نزول المطر، وكيف كان يستسقي الرسول صلى الله عليه وسلم والهدي النبوي في ذلك؟ الذي كان يفعله الرسول في الاستسقاء صفتان: أنه يدعو من غير صلاة، هذه واحدة، أنه يصلي ويدعو، هذه الصفة الثانية. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج أول ما ينزل المطر، يخرج إلى المطر ويحسر عن رأسه ليصيبه المطر، ويقول إنه حديث عهد بربه. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن التفاضل بين مكة والمدينة، وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب مكة أو المدينة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة ويحب المدينة، إلا أن حبه لمكة
مكة أكثر، ولولا أن أهلها أخرجوه منها ما خرج كما قال صلى الله عليه وسلم: لمكة لأنت أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. خرج صلى الله عليه وسلم وهو لا يريد الخروج، وإنما أخرج بأذى المشركين، هاجر إلى المدينة هو وأصحابه ليسلموا من أذى المشركين. نعم. يقول السائل: الشيخ، ما الفضل المترتب على قيام التدريس بالعلم الشرعي؟ نعم، الأجر عظيم والخير كثير في إذا صحت النية. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهو خير الناس الذي يعلم الناس الخير، والملائكة تستغفر له وتدعو له، تدعو لمعلم الناس الخير تستغفر له. نعم. ورد معنى حديث الشيخ، أسأل عن صحته، يقول: عالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. نعم، المعنى صحيح، لأن العالم يعلم كيد الشيطان ويرد الشبهات بالعلم الصحيح، وأما العابد الجاهل فإنه لا يقدر على أن يرد الشبهات ويرد على شياطين الجن والإنس ويقمعهم بالحجة. نعم. يقول هذا السائل: أرجو من سماحة الوالد الشيخ صالح أن يوجه أختي، فهي عندها شيء من الوسواس، لديها 3 أولاد وتخاف عليهم، لا تذهب بهم للنزهة ولا تخرج بهم للزيارات لأقاربها، وتقول: أخشى من عين تصيبهم. ينبغي هذا شدة الخوف على الأولاد أن يصابوا، هذا غير مشروع، وهذا فيه مشقة على الإنسان. يثق بالله عز وجل ويدعو لهم بالسلامة والهداية، ويمنعهم من مجالس السوء ومن رفقة أهل السوء، ويربيهم تربية شرعية حسنة، هذا هو المطلوب منه. نعم. تقول أيضا لها فقرة ثانية: عند خروجها تلبسهم ثياب يعني ليست نظيفة أو خشنة، تقول: خشية العين. هذا من الوسواس، عليها أن تترك الوسواس وأن تستعيذ بالله من شر الإنس والجن، ولا يضرها شيء، تستعمل الورد في الصباح والمساء لها ولأولادها. نعم. شيخ، صلاة 2 ركعتين عند الدخول على الزوجة في أول ليلة من الزواج. نعم، هذا سنة، لأنه يصلي ويدعو أن الله يبارك فيها وأن يجعلها زوجة صالحة. يستحب للمتزوج إذا دخل بزوجته أن يصلي عندها ويدعو. نعم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: بعض القراء يكتبون القرآن بحروف ويوزعونها على ورق صغيرة، ما ترون في ذلك؟ لا يجوز التلاعب بالقرآن، ولا يجوز كتابته وتوزيعه، تمتهن هذه الأوراق ولا يهتم بها، فلا يجوز هذا، لأن هذا تعريض لامتهان القرآن والاستخفاف به. نعم. هل التعلق بغير الله ينافي التوحيد شيخ؟ نعم، إذا كان يطلب من غير الله ما يطلبه من الله فإن هذا ينافي التوحيد، لأنه يجب التعلق بالله والتوكل على الله وإفراد الله جل وعلا بالعبادة دون ما سواه وإخلاص الدعاء لله عز وجل. نعم. لما سميت الرقى بالعزائم الشيخ صالح؟ نعم، هذا اسمها الشرعي. نعم. بالنسبة للاستشفاء بالقرآن، ورد على صفة معينة، حبذا لو بينتم ذلك الشيخ. أن يقرأ القرآن على المريض مباشرة وينفث عليه، هذا هو الأصل، هذه هي الرقية الأصلية. وكذلك إذا قرأ بماء وشربه المريض فذلك أيضا من الرقية الشرعية بالقرآن. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح الفوزان، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. أشكر فريق العمل في هذا البرنامج المفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.